تم الافراج اكيد عن اخوه الحمد لله وكويس وزي الفل وما فيش مشاكل، ولكن اثرت عليه شويه ما فيش كلام. محمد شوقي ادي على طول روبن تمريره عميقه، لا 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 ده باص ده برجليه ولا بايديه، لا 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 لا. اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء، نعم احمد السيد في مرماه، وكان بايرن ميونخ اجبر احمد السيد انه يسجل هدف في مرماه. لكن سيبوكم من كل ده، شوفوا روبن عمل ايه. العالم المانيا موجود في استاد الدوحه، ليهم مشجعين في كل مكان دولي في العالم. هو المساعد طالب سالم، مساعد وحكم مساعد، وهدف تعادل، التعادل، التعادل. محمد بركات عملها، محمد بركات بهدف تاريخي، هدف ذهبي، هدف تاريخي للاعب ذهبي ولاعب تاريخي، ليس فقط للنادي الاهلي بل لمصر كلها بل للوطن العربي كله. فبركات احد افضل اللاعبين في الكره المصريه في ال 15 سنه الاخيره، ابن ال 36 عام. بركات ملك الحركات، بركات ينبوع المهارات، يتقدم النجم الكبير ويخترق دفاعات اقوى دفاعات العالم في اقوى فرق العالم. شوط ثاني الاهلي، هدف لكل فريق، وشريف اكرامي، والهدف الثاني، الهدف الثاني خطا من شريف اكرامي والدفاع، وهدف مع الدقيقه 94 ليعوض فريق بايرن ميونخ ويرد الاعتبار لخسارته من 34 سنه في مصر امام النادي الاهلي بهدفي شريف عبد المنعم وبيبو.